تتراجع مستويات مياه الأنهار في العراق نتيجة لعوامل كثيرة، أهمها ارتفاع درجات الحرارة وتوسع رقعة التصحر وعدم اهتمام الحكومة المتعاقبة بروافد الأنهار والعناية بها. نعاني من بعض التجاوزات على النهر من بعض الجهات، نعمل بقى مع بقية المؤسسات للحد من هذه التجاوزات وإلزام بعض الأنشطة اللي تكون ملوثة بإزالة التلوث ضمن سقف زمني محدد، ونطبق عليها قانون رقم 27 لسنة 2009 بإزالة التلوث لضمان سلامة النهر. ويعاني مجرى نهر دجلة الذي روى حضارة سومر وبابل عبر التاريخ في نينوى من تجاوزات بشرية تهدد سريان المياه فيه، حيث انخفض منسوب المياه من 11 مليار متر مكعب إلى 9 مليارات. انخفضت واردات نهر دجلة من 11 مليار متر مكعب إلى 9 مليار. هذا بدوره سينعكس على نمط المعيشة، على طبيعة هيدرولوجية النهر، على إنتاج الطاقة الكهربائية، على القطاع الزراعي بشكل كبير. أسباب كثيرة أسهمت في تلوث النهر العريق، جعلت الكثير من المواطنين يبتعدون عن الشرب من النهر مباشرة ويضطرون للشرب من المياه المعبأة في زجاجات. حتى الآن ما سوت أي إجراء وما اتخذت أي إجراء، وجاي تزيد نسبات الأمراض، والمواطن ما يعرف شنو السبب. وصلنا إلى مرحلة بنهر دجلة أنه بعد ما نقدر نشرب مي مباشر من نهر دجلة. ويتأثر نهر دجلة مع تراجع الأمطار وبناء السدود في الدول التي ينبع منها النهر، حيث يصل إلى العراق قرابة 35% من حصته في المياه. اليوم تصلنا 35% فقط من حصة مياه نهر دجلة للعراق، وبالتالي فإن المشكلة هي مشكلة إقليمية ودولية، نحتاج إلى مفاوضات مع دول المنبع. يصارع نهر دجلة الموت بسبب النشاط البشري الجائر والتغير المناخي وسدود دول المنبع، الأمر الذي يهدد بمحو شريان حياة عمره آلاف السنين.